عندنا اتفاقات الدوله المغربيه راه برات حميد الدين. هذا لا غادي يطلب دروك ولا غادي يبغي التمديد خارج الاطار القانوني. هذاك الضرب ما يمكن له يؤدي الا القتل، والحمد لله هذاك المثلي ديال فاس ما ماتش حتى هو. انت بنفسك الا شديت دخل شي سرق للدار ديالك بالله عليك غد جلست تما تنعيط للبوليس. لا ما قدرش نقتلو. نوعد انا مع الوطن ان شاء الله في برنامج لو كوليماتور يوم الخميس المقبل ان شاء الله على موقع لو 360 معكم الدودي الحسيني.